بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بقياده البرازيلي ميكالي عقد اجتماعه التحضيري امبارح، وده لاستعراض تدريبات المرحله المقبله للمشاركه في كاس الامم الافريقيه تحت سن 23 سنه، واللي هتكون مؤهله الى دوره الالعاب الاولمبيه في باريس 2024. وحدد البرازيلي ميكالي 12 يوليو المقبل موعد لانطلاق معسكر المنتخب. اتحاد الكرة المصري استقر امبارح على إطلاق مسمى بطولة النخبة على السوبر الجديد، واللي هيتكون من أربع فرق، وهي بطل ووصيف الدوري وبطلي كأس مصر وكأس الرابطة المصرية. المسؤولين في نادي انبي قرروا إنهاء إعارة البوركينابي إيريك تراوري وعودته إلى فريقه بيراميدز، وده بعد ما تراجع مستواه بشكل كبير وعدم تقديمه الأداء اللي بيلبي طموح الإدارة. فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك فاز على فانز الكاميروني بنتيجة 41-20، وده في إطار أول مواجهته ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية اللي بيستضيفها النادي الأهلي على صالة الملك عبدالله الفيصل بفرع الجزيرة. نادي انتر ميلان حقق الفوز على اي سي ميلان بنتيجة 2-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح على ملعب سان سيرو، وده ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا. أهداف المباراة جت عن طريق الثنائي إيدن ديجيكو ومختريان في الدقيقة 7 والدقيقة 11 على التوالي لصالح فريق الانتر. نادي ليفربول بدأ الاستعداد لمواجهة ليستر سيتي في المباراة اللي هتقام بينهم يوم الاثنين اللي جاي في ختام منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي، وشهدت التدريبات تألق نجمنا المصري محمد صلاح ووضوح الحالة الذهنية والفنية اللي بيعيشها الفترة دي بعد ما حقق العديد من الأرقام القياسية في الموسم الحالي. مشاهدينا، خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع مرة تانية لمنى والأحمد ونكمل معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا نامي.